مباراة امامي راح اعتذر له، قال له معلش كان في مشكله او اتفهمت غلط. مستمرين معاك في لقاءات خاصه وحصريه مع النجم من نجوم دفاع النادي الاهلي كابتن رامي ربيعه، صمام اماني النادي الاهلي. مليون مبروك كابتن رامي النهارده، الفوز فوز كبير على كانو سبورت رايح جاي، لعيب كبير، جماهير النادي الاهلي بتطمئن وانت في الملعب، بيقولوا روح النادي الاهلي في دفاعات النادي الاهلي هو رامي ربيعه. لا الحمد لله على المكسب طبعا، اللعيبه كلها رجاله، برده مش عايزين نتخدع بالنتيجه ورايح جاي، احنا لازم نركز في بطوله افريقيا من البدايه، يعني اللعيبه كلها مركزه كويس قوي وعارفين قيمه البطوله دي السنه دي، حتى الجمهور يعني في كل تجمع جمهور يقول لك بطوله افريقيا، فاحنا لازم يبقى هدفنا ده الاول، وما نفكرش ان انت كسبت ماتشين يبقى انت كده مستواك، لا لازم في احسن، لازم تطور من نفسك طبعا مع المدير الفني ومع الجهاز الفني كله، نقدر نطور من نفسنا ان شاء الله في التدريبات. يعني انا شايف ان احنا عملنا جزء صغير جدا من المهمه، ناقص المهمه الكبيره ان شاء الله المجموعات ونبدا نخش فيها بقوه، لان المجموعات بتفرق قوي معاك في اول ماتشين بيفرقوا معاك في المجموعه، فده لازم نركز فيها كويس قوي. يعني بشكر اللعيبه كلها رجاله، ايا كان مين اللي بيلعب مين اللي ما بيلعبش، الراجل عامل روتيشن كويس قوي بين اللعيبه وبين بعضها، واللعيبه كويسه جدا مع بعض، فاتمنى الاستمراريه وعلى خير ان شاء الله. النهارده جمهور النادي الاهلي اللي كان في المدرجات في الدرجه الثانيه، بالروح بالدم هنجيب افريقيا يا عم، يمكن الروح اللي هداف هز كل يعني مشاعر كل لاعبي النادي الاهلي، عاوزين افريقيا يا رامي. دي حقيقه، ما زي ما قلت لك في البدايه اللعيبه مركزه في كده، يعني نتمنى بقالك سنتين بتطلع فاينل، يعني في حاجه في باد لك، فان شاء الله تبقى من نصيبنا السنه دي، نعمل اللي علينا والباقي كله على ربنا. زي ما قلت لك جمهور النادي الاهلي بيشوف مموت نفسك في الملعب، ما عندوش اي ادنى مشكله في النتيجه، النتيجه دي بتاعت ربنا، المهم يشوف الروح النادي الاهلي في الملعب ويشوف النتيجه والباقي كله على ربنا، فان شاء الله دعواتكم معانا ان شاء الله واللي جاي احسن باذن الله. رايك في اداء ديانج النهارده، خطف قلوب الاهلاويه؟ لا لعيب كويس ولعيب محترم ولعيب مجتهد، لعيبه كلها رجاله مش ديانج بس، يعني في لعيبه احمد الشيخ كان كويس ولعيبه كتيره، فلا اللعيبه كلها كويسه واللعيبه كلها رجاله وبمساعده زمايله، يعني انا لما برجع من اصابه او اي حد بيلعب في اول ماتش بيبان اللعيب ده كويس بناء على اللي حواليه، اللي حواليه هم اللي جنبه واللي بيديله كوره واللي بيكلمه بالظبط كده بالظبط كده، فاحنا كتيم كويس وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. خلصنا افريقيا داخلين في الدوري وكمان كام يوم مباراه الانتاج الحربي، مباراه قويه جدا وجهاز فني اهلاوي كابتن مختار المدير الفني الكبير طبعا، مباراه صعبه جدا مباراه الانتاج الحربي، والاهلي عاوز يحافظ على اللقب حامل اللقب. لا الدوري السنة دي صعب، احنا بنفكر ماتش بماتش، تشوف المدير الفني معاه التفكير التكتيك كل ده معاه، فان شاء الله احنا نركز طبعا في كل ماتش، ماتش الانتاج طبعا ماتش ليهم احترامهم وفرقة محترمة، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا. مشاهدي قناة النادي الاهلي، يمكن ده كان لقائنا الخاص والحصري مع